تدري يا شيخ منصور؟ لو واحد الآن جالس وقال شوف أنا رجال وولد رجال وفي شجاعة لو بتوزعها على اللي في الجلسة كلهم، وأقسم بالله العظيم لا سديهات ولا حفلات ولا بنات ولا شهوات الدنيا كلها بتردني عن رضا الله وأنا تائب. تدري لو واحد الآن أعلنها لله توبة بين يدي الله، تدري أنه قرر ماذا؟ قرر الذهاب إلى الله وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. شباب من الذي يريد الذهاب إلى الله في الدنيا قبل الآخرة؟ اللي قرر ان يذهب بقلبه وبسمعه وبصره لله في الدنيا ويعلنها هداية يقوم واقف. الله أكبر يا شيخ، الله أكبر، الله أكبر. قرر الذهاب إلى الله، ماذا بعد؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال الله. ماذا يريد؟ يريد أن يتوب علينا أجمعين كلنا، وعلى المشاهدين اللي يشاهدون الآن. والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد يفرح الله بتوبته. الله من الذي الله اكبر شيخ. الله اسال الله كبير يا شيخ، ابشر بالخير. الله يفتح عليك يا شيخ. الله واقسم بالله ان اكبر هدف لنا من هذا اللقاء ان يطلع الله عز وجل علينا وعليكم فيرضى عنا. الهي وقفت دموعي تسيل وقلبي